إذن مشاهدينا مرحبا بكم، كنا مع هذه الكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تحدث بها عن جملة من النقاط كان من أهم النقاط التي تحدث بها الرئيس قيس سعيد: لن نعترف بمن خرب البلاد. هذه العبارة تحدث بها الرئيس التونسي قيس سعيد، فيها الكثير من الإشارات، يرفض الدعوات المزعومة للحوار من جهات خربت البلاد. قال الرئيس بأنه يرفض هذه الدعوات، وأيضا قال الحوار لن يكون مفتوحا لمن باعوا أنفسهم ونكلوا بالشعب. أيضا الرئيس التونسي قيس سعيد قال الحوار الذي سندعو إليه لن يكون كسابقاته. إذن مشاهدينا، جملة من النقاط: سنشكل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها خلال أيام. قيس سعيد كذلك: ستتشكل لجنة للحوار خلال أيام قليلة. نتابع مشاهدينا ما قاله الرئيس قيس سعيد. يطالبون بالحوار، ولكن أكرر اليوم اللاءات الثلاثة، وهي لا صلحة ولا تفاوضة ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فسادا، وليعتبر هؤلاء أنفسهم من الماضي. كشف جهاز مكافحة الإرهاب في، طبعا نتابع ما قاله الرئيس قيس سعيد، وهذه النقاط التي تحدث بها. أيضا هناك تلميح لبعض النقاط بأن مسألة من خرب البلاد في تونس لا حوار معهم، البعض يرى بأن هذه مؤشرات لمن هم ينتمون إلى جماعات متطرفة وكذلك إرهابية. من تونس ينضم إلينا الإعلامي التونسي حافظ الغريبي. مرحبا بك أستاذ حافظ. أسأل في البداية: لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خرب البلاد، جملة مباشرة وواضحة من الرئيس قيس سعيد، إلى ماذا ترمي؟ مساء الخير وكل عام وأنتم بحيين بخير. أهلا وسهلا. هذه جملة كررها رئيس الدولة عديد المرات، مئات المرات إن لم أخطأ الحساب، وهي نفس الجملة التي دائما وأبدا تقال في كل اللقاءات، لكن لا أحد منا يعرف من هم هؤلاء أو كيف سيحدد هؤلاء وبأي طريقة. اليوم يبدو أن الأمور اتضحت أكثر من أي وقت مضى، لأنه خلال أيام سيقع دعوة الأطراف إلى الحوار، لذلك لابد من رئيس الدولة أن يوضح من سيشملهم الحوار ومن سيمنعون من الالتحاق به. لكن دعني هنا ألاحظ ملحوظة هامة وهامة جدا، وهو أن الرئيس ضمنيا أعلن اليوم وفاة الدستور الجاري به العمل نهائيا، لأنه أعلن عن تأسيس جمهورية ثانية وعن دستور جديد. الدستور كما تعلمون شبه معطل، لكنه بهذه الطريقة اليوم أعلن أنه انتهى تماما، ويتم حاليا الإعداد لدستور جديد. فكيف تقرر ذلك وبأي اتفاق ومع أي طرف؟ ذاك ما لا نعرفه إلى حد الآن. اليوم كما تعلمون هم مدعوون أطراف مجهولة للحوار، هذه الأطراف لا ندري من هي ولا يعني سيقع دعوتها للحوار حول ماذا بالأساس؟ حول أشياء تقررت، ألا وهي إعداد جمهورية ثانية ودستور جديد. قد تكون توجهات هؤلاء الأطراف هو الحفاظ على الدستور الحالي مع إدخال بعض التعديلات والتحسينات عليه، ولما الذهاب إلى جمهورية جديدة؟ قد تكون أراء هذه الأطراف مختلفة تماما، ربما تذهب إلى رؤية أخرى غير رؤية الرئيس. إذن أعتقد أن هذا الحوار سيكون صعبا ودقيقا، وقد طيب لا تلتحق به كل الأطراف. طيب، على الرئيس كما قلت أن يحدد الأطراف، ولكن أريد وجهة نظرك يا أستاذ حافظ. يعني عندما يتحدث الرئيس أطراف تتباكى على الثورة والديمقراطية بينما تحاول اغتيالهما بكل الطرق، يعني إشارات لمن؟
هو كما تعلمون هو اعتقادي أن كل الأطراف السياسية تتحدث تقريبا بنفس اللغة، لكن باختلاف ربما يكون معناها ربما يعني نسبي معناها، لكن اعتقادي أنه كل الأطراف السياسية باستثناء بعض الحزيبات الصغيرة التي لم تنتقد الرئيس والتي لم تكون موافقة له ومتوافقة معه في كل ما قام به خلال المدة المقضية، هناك نقد ونقد لاذع لرئيس الدولة، وهناك من كما قال من تظلم إلى الخارج، وهناك من خرج في على وسائل الإعلام وتحدث وانتقد، وبالتالي أعتقد أن عدة أحزاب سياسية معنية بهذه المسألة. طيب قد تكون حركة النهضة بالأساس، ربما الجميع يعلم ويحدد حركة النهضة ومع ائتلاف الكرامة، لكن أعتقد أن الحزب الدستوري الحر هو كذلك معني. طيب عندما يتحدث الرئيس يا أستاذ حافظ بأن الدولة بذلت جهودا كبيرة لمواجهة الصعوبات الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية، تستطيع أن تعرفنا على بعض هذه الإجراءات التي بالفعل اتخذتها الحكومة التونسية من أجل الحفاظ على تونس؟ هو تحدث عن الصعوبات على أساس أنه الوضعية المالية الحرجة للدولة التونسية، وهذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك مشاكل الكوفيد ومخلفتها من وضعية اقتصادية صعبة للمؤسسات الخاصة، إضافة لذلك مشكلة التزود حتى بالمواد الأساسية بعد الحرب الأوكرانية، المواد الأساسية الحياتية وكذلك المواد الأساسية لبعض الصناعات المعملية التي تعتمدها في الصناعة وفي إنتاج عدد من المنتجات الوطنية وحتى المواجهة للتصدير. إذن الصعوبات كما تعلمون هي مختلفة وتماما ومتنوعة، وكذلك حتى الرئيس عندما أطلق حملة مقاومة الاحتكار لم تكن حملة ناجحة بالقدر المطلوب، لأنه كما تعلمون مؤخرا حتى بعض المخازن رفضت تخزين المنتجات الفلاحية الموسمية خشية أن تتهم بالاحتكار، وبالتالي مثلا المنتجي ومزارعو البطاطا هم يهددون معناها ربما حتى بالخروج إلى الشارع وبوضع منتجاتهم في الشارع والاحتجاج، لأنه يعلمون جيدا إن إذا ما تم خزن هذه المادة فستعرض بأثمان بخسة في الأسواق ثم ستغيب تماما على الأسواق. هذا وضع يعني كما تعلمون وضع دقيق ولابد من معالجته من أطراف لها خبرة في إدارة شأن الدولة. طيب. حتى الحكومة كان نشاطها كان عملها جد محتشم، وربما حتى تقييم ستبقى معنا يا أستاذ حافظ. طيب ستبقى معنا، نستمع إلى بعض النقاط التي تحدث بها الرئيس قيس سعيد ونعود إليك. لقد عرفت بلادنا في الشهر المعظم صعوبات، وهي صعوبات تكاد تكون مألوفة في مثل هذه المناسبات، بعضها طبيعي وبعضها الآخر مفتعل، بعضها هو نتيجة لتغير نسق الحياة ونتيجة لتقاليد صارت مألوفة معروفة أسبابها معلومة دواعيها، وبعضها الآخر كان نتيجة لعوامل خارجية. يطالبون بالحوار، ولكن أكرر اليوم اللاءات الثلاثة، وهي لا صلحة ولا تفاوضة ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فسادا، وليعتبر هؤلاء أنفسهم من الماضي. أستاذ حافظ أعود إليك لأسأل، من هي الأطراف التي تساعد رئيس الجمهورية في تحقيق رؤيته لتونس عندما يقول لا حوار لمن أو مع من خرب البلاد؟ يعني
هو سقف أيضا عالي. هناك بعض الأطراف تتحدث أنه لابد أن يكون هناك حوار، ولكن السقف الآن عالي من رئيس الجمهورية. هو كان أعلن في الخطاب أنه سيدعو المنظمات الأربعة، وبالتالي نحن نعلم جيدا إذا هناك على الأقل هناك أربعة سيجلسون إلى مائدة الحوار، لكن من الأحزاب السياسية لم يحدد أي طرف، ويبقى المشكل هنا من هؤلاء الأطراف. أنا سبق وقلت لكم أنه كل الأحزاب تقريبا وجهت انتقادات للرئيس، حتى بعض الأحزاب السياسية التي كانت محسوبة عليه على غرار حركة الشعب الذي كانت تسانده دوما، وخلال المدة الأخيرة أضحت توجه له العديد من الانتقادات في السياسة التي انتهجها، وفي ربما حتى الإجراءات التي اتخذها. اليوم كذلك الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي ألقى كلمة بمناسبة اليوم العالمي للشغل، وتطرق فيها للجانب السياسي بشكل واضح، وأنتم تعلمون وزن هذه المنظمة العريقة، وهو كذلك رفع العديد من اللاءات، على الأقل 3 لاءات كما كان رفعها الرئيس رئيس الدولة، وهي لا أقصى لأحد بالنسبة للاتحاد عام تنسي للشغل، وكذلك لا يمكن الاعتماد على الاستشارة كقاعدة حوار، وكذلك لا يعني انتصار على نظام حكم فقط، بل يريدون حوارا سياسيا اقتصاديا شاملا، يعني لا يقتصرون فقط على هذا الدستور فقط، بل يريدون تصورا كاملا للخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي التي تعيشه البلاد. إذن على الأقل هذه المنظمة العريقة بتوجهاتها المعلومة والتي أعلن عنها الأمين العام اليوم وبلاءاتها 3 المرفوعة قد تستقيم مع توجهات رئيس الدولة الذي يتحدث مختلفا تماما، يريد إقصاء كل الأطراف الذي اشتغلت ضده خلال المدة المنقضية. طيب. وكذلك الحوار سيكون حول دستور جديد وذهاب إلى الاستفتاء. طيب، ستبقى معنا أستاذ حافظ لدقائق بسيطة، نترك لك فرصة إذ ما كانت هناك ردات فعل على هذه الكلمة من خلال متابعتك. انضم إلينا إلى هذه التغطية الأستاذ خليل الرقيق من تونس. مرحبا بك يا أستاذ خليل، أي النقاط توقفت عندها من كلام الرئيس قيس سعيد قبل قليل؟ يعني في الحقيقة كلمة الرئيس قيس سعيد لم تخرج عن المتوقع قياسا إلى الأحداث السياسية الجارية في البلاد، وقياسا إلى علاقاته بالطيف السياسي والمنظمات طيلة هذه الأشهر. اليوم تم التأكيد نهائيا على المرور من مرحلة دستور 2014 إلى دستور جديد سيصاغ ويعرض على الاستفتاء الشعبي. هذا أنهى جدلا، تقريبا أصبح هذا الجدل عقيما ومكررا، حول ما إذا سيكون هناك تعديل 2014 أو تجاوز له. الواضح أن المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد وربما لطيف من مناصريه وللمنظمات المتحالفة معه وللشخصيات المتحالفة معه يذهب باتجاه المرور نهائيا إلى وضع أسس لجمهورية جديدة بدستور جديد هو في صلب النظام الرئاسي الذي تقريبا اختاره الشعب سواء في الاستشارة أو في استبيانة الرأي، وإلى نظام انتخابي جديد، أي إلى تجاوز كامل بنسبة 100% للمرحلة السابقة التي قيمها، ثم في كلمته اعتبرها جزءا من الماضي الذي لا يمكن تكراره ولا يمكن الحديث معه، أي عدم استدعاء الماضي في المستقبل، يقصد تحديدا الأحزاب التي كانت أركانا منظومة الحكم القديمة، النهضة، قلب تونس، الأحزاب المتحالفة معها الآن فيما يسمى بجبهة الخلاص، الشخصيات المتحالفة معها كلها خرجت من الحسابات. لم يبقى في هذه الحسابات إلا طرفان، طرف أول واضح وقد وضعه هو رئيس الجمهورية في الهيئة المختصة الآن بصياغة البدائل الجديدة، وهو المنظمات الأربعة التي شاركت في الحوار الوطني في 2013، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان، اتحاد شغل، اتحاد الأعراف، ثم أشار بدون تدقيق وتفصيل إلى إمكانية مشاركة الصادقين من الذين وقفوا مع مسار 25 جويلة، وهذه المشاركة ستكون ربما بعناوين حزبية أو شخصية، المهم ستشمل القوى السياسية التي وقفت منذ البداية. طيب. مع هذا المسار وقطعت نهائيا مع المنظومة القديمة.
هناك تأسيس لجمهورية جديدة؟ يعني مسألة الدستور ما حالها؟ يعني هناك إشارات قرأها الأستاذ حافظ بأنها تعني بأن الرئيس وأن فريقه السياسي الآن أمام مرحلة جديدة. المسألة تقريبا مفروغ منها الآن. كان هناك جدل في السابق حول تحوير ما في هذا الدستور القائم في 2014، لكن اليوم الرئيس عندما تحدث عن جمهورية أخرى جديدة، بمعنى جمهورية لها وثيقة مرجعية جديدة ودستور جديد سيؤصل نظام حكم مختلف تماما عن النظام البرلماني الذي عاشته تونس إلى مرحلة الأخوان. هذا النظام سيكون رئاسيا مراقبا عبر الأطر التشريعية، سيكون ديمقراطيا ولكن ليس بتلك الصيغة الفضفاضة التي عليها الدستور القديم. أستطيع أن أقول أن فصل النهاية قد كتب في دستور 2014، ولم يبقى من هذا الدستور إلا بعض فصوله ستؤدي إلى المرحلة القادمة وسيستعان بها، وهي الفصول الخاصة بسيادة الدولة، خاصة الفصل الذي يبيح لرئيس الجمهورية الدفاع عن استقلالية الدولة ووحدتها. ما تبقى الآن نحن نذهب نحو دستور لنظام رئاسي، والأساس الذي سيناقش في المستقبل ليس هذا، الأساس الذي سيناقش هو أي نظام انتخابي. إذا كان ثمة من خلاف في تونس فهو حول الاقتراع على الأفراد أو على القائمات. هناك حياة حزبية كلها ستتفكك إذا ما وقع انتهاج مسألة الاقتراع على الأفراد وإذا ما قبلها الشعب في الاستفتاء. إذن الشكل القديم أستاذ خليل، الشكل القديم الذي كانت يعني لمن يتابع الملف التونسي والشأن التونسي يقول بأن النظام في تونس ضائع، ما بينه هو نصف برلماني ونصف رئاسي، هذا سيكون من الماضي، والشكل الجديد سيكون نظام رئاسي بحت. نعم، هذا ليس سيكون من الماضي، كان من الماضي. المسألة انتهت الآن. الخلاف حول طبيعة النظام السياسي، لأن لم تحسم فقط في الاستشارة الشعبية التي قام بها رئيس الجمهورية، هي حسمت في كل استبيانات الآراء للأشهر الأخيرة. التونسيون بنسبة 88% مقدمون على نظام رئاسي. الآن نتناقش كيف، ما هي آلية المرور إلى هذا النظام؟ هي الآلية الانتخابية. يعني تونس عاشت طيلة عقود طويلة في مفهوم مركزية الأحزاب والقائمات الحزبية، الآن سننتقل إلى مفهوم مختلف تماما. إذا ما وقع إقرار الاقتراع على الأفراد فستتغير معطيات عديدة وستقلب الحياة الحزبية بنسبة 180 درجة، ولن تبقى إلا القوى السياسية القادرة فعلا على إيجاد تمثيلية في النطاقات المحلية والجهة. طيب أعود إلى الأستاذ حافظ، ستبقى معي أستاذ خليل. شكل الجمهورية الجديد، الأستاذ خليل يتحدث بأنه سيكون هناك نظام رئاسي، وهذا ما سيعمل عليه في الأيام القليلة المقبلة. والله فقط لي سؤال أتوجه به إلى صديقي خليل، وهو الآتي: ألا يعتبر قيس سعيد من ضمن المنظومة القديمة؟ فهو انتخب في سنة 2019 وفق النظام القديم وشارك مع المنظومة القديمة في إدارة شأن البلاد إلى حدود 25 جويلية، فلا يعتبر رئيس الدولة إذن من ضمن المنظومة القديمة. طيب أستاذ خليل، سمعت السؤال؟ سمعت إلى السؤال جيدا، يعني طيب. سؤال وجيه جدا يعني. نعم، أنا أجيب بكلمة واحدة: الكل ينتمي إلى المنظومة القديمة، كل ما أفرزه صندوق الاقتراع لسنة 2011 و2014 ينتمي إلى المنظومة القديمة. ولكن قيس سعيد لا ننسى أنه أحدث منعرجا تاريخيا في هذه المنظومة بتاريخ 25 جويلية وأصبح يفكر بطريقة مختلفة. لا ننسى أيضا أنه أرخ الثورة ب 17 ديسمبر وليس ب 14 جانفي، بمعنى أنه أعاد قراءة هذه الثورة وأعاد تعريفها، بما يعني أنه فتح صفحة جديدة وقف في الثورة عند حدود الانتفاضة الاجتماعية للمفقرين، للباحثين عن عمل، للطبقات المتوسطة التي اهترأت للفقراء. إذن هو دخل منذ 25 جويلية في الحقيقة في مرحلة قطيعة تدريجية مع هذه المنظومة، بدأت بتعليق بعض فصول الدستور، مرت بحل بعض الهيئات التي كانت هي الركائز الأساسية للمنظومة القديمة كالمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا للانتخابات، وسينتهي في النهاية إلى لجنة خبراء ستصوغ دستورا جديدا. يعني القرار، قرار المرور إلى نظام جديد أو ربما عدم الانتماء نهائيا إلى المنظومة القديمة تم بالتدرج بعد 25 جويلية، وبعد أن عرف الرئيس الثورة الاجتماعية بطريقة أخرى مختلفة عن النظام الأول وعن النظام الثاني الذي عاقبه، أي نظام الإخوان المسلمين. طيب أستاذ حافظ، أعود إلى سؤالي: الشكل الجديد، يعني كان النظام الحكم في تونس عائما،
لا هو برلماني ولا هو رئاسي. اليوم من يساعد رئيس الجمهورية في أن يكون النظام رئاسيا بحتا إذا كانت هناك بعض الانتقادات لمؤسسة الرئاسة بسبب جمع السلطات قبل حتى أن يمضي النظام ليكون رئاسيا في تونس؟ سيدي الكريم، أولا لمعرفة طبيعة هذا النظام لابد من العودة قليلا إلى التاريخ، وتحديدا إلى سنة 2013 وسنة 2014 وما رافق بعد اغتيال الشهيد البراهدي من توقف نشاط البرلمان. في تلك الفترة كانت النهضة أعدت مشروع دستور رفضته كل الأطراف التقدمية، كل الأطراف اليسارية، على اعتبار أنه لا تقبل أن تظل كل السلطات في يد البرلمان، والنهضة ذهبت إلى ذلك وكانت تحارب من أجل ذلك. فتم رفع كامل الدستور من مجلس التأسيسي آنذاك، وتم نقله إلى لجنة موسعة من الخبراء تشبه ربما هذه اللجنة التي ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة. وتم إعادة صياغة هذا المشروع وبحث عن توازن بين مختلف السلطات، أي بين سلطة رئيس الدولة وبين سلطة رئيس الحكومة وبين سلطة مجلس النواب، يعني ثلاث سلطات: الرئاسة، رئاسة الدولة، ورئاسة البرلمان ومجلس النواب. في الوقت ذاته أستاذ حافظ إذا سمحت لي، هناك نقطة أساسية ومهمة جدا لابد من توضيحها. فضل. المشكل الأساسي يكمن في القانون الانتخابي، لأنه لم يغيروا القانون الانتخابي وحافظوا على نفس القانون الانتخابي الذي تم به انتخاب المجلس التأسيسي، الذي جاء هذا القانون آنذاك ليشكل أكثر ما يمكن من تمثيلية لكل الأطياف في المجتمع في البلاد وكل الأوجه كل الأطراف السياسية. لا يمكن حكم بتلك القانون الانتخابي، والنتيجة عايناها وشاهدناها في من 2014 إلى حد 25 جويلية 2019. كان عليهم أن يغيروا ذاك القانون الانتخابي، وربما كان تطبيق هذا الدستور أفضل بكثير مما هو عليه الآن. هل أستاذ حافظ تسمعني وأستاذ خليل، أسأل السؤال ذاته لكما، ما قاله الرئيس قيس سعيد اليوم هل هو رد على جبهة الخلاص؟ الرئيس حزب أمل في تونس أحمد نجيب أشابي قبل قليل تحدث وشكل هذه اللجنة، والكثير من النقاط جاء في بيانها، هل الكلام اليوم ردا على هذه الجبهة؟ نعم أجيب طبعا. تفضل. أجيب بأن هذا الكلام ليس فقط ردا، هو إجهاز ربما بالمعنى السياسي للكلمة على هذه الجبهة، وأخراجها من المنطق السياسي ومن المنطق القانوني ومن المنطق المستقبلي. قال لهم لقد أصبحتم من الماضي وعليكم أن تعوا هذه الحقيقة. هذه الجبهة في نهاية الأمر ما هي إلا لملمة معادة ومكررة لما وقع في السابق من تحالفات تقيمها حركة النهضة. ليست سهلة أستاذ خليل، الجبهة مكونة من النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة، حراك تونس، الإرادة، وحزب الأمل، يعني أيضا الأطراف المشكلة لها ليست سهلة. نعم، حزب أمل الذي يتزعمه شابي مع حزب حراك الإرادة، وهم بقايا المؤتمر من أجل الجمهورية الذي لم يبقى منها إلا بعض أفراد الذي كان يقوده المرزوقي، ثم أساسات التي انتفض عليها الشعب التونسي هي قلب تونس والكرامة والنهضة. بمعنى هي نسخة قديمة تحاول تكرار نفسها، وهي نسخة ما يجعلها فاشلة هو عدم قابليتها داخل النسيج المجتمع التونسي، ليس فقط رفض رئيس الجمهورية لها، هي نسخة تحاول أن تلعب على بعض معطيات الضغط الخارجي لتعيد الانبثاث في المشهد. ورئيس الجمهورية لهم كان واضحا لن يحاورهم ولن يعترف بما يقومون به، وسيكون كل ذلك تحت طائلة القانون وتحت طائلة التتبعات. يعني طيب أستاذ حافظ الإجابة لك. أنا شخصيا أعتقد أن هذه الجبهة الذي تكاد تكون ولدت ميتة بمعنى الكلمة لن يكون لها دور في قادم الأيام في الحوار الوطني، كما أعتقد أن حتى بقية الأحزاب لن يكون لها دور. الرئيس كان واضحا وقال سيكون دستورا في انتخابات تخص الاقتراع على الأفراد وليس على الأحزاب على القوائم،
إذن هل تظنون أن هؤلاء الأحزاب ستذهب إلى حتفها برجليها، ستجلس إلى مائدة الحوار وتقرر حتفها؟ لا أعتقد ذلك. ثم هل تعتقد أن رئيس الدولة سيسمح بأن بأطراف حزبية تقرر مصير مشروع كامل يقوم على إلغاء الأحزاب أو تقزيمها أكثر ما يمكن؟ أعتقد أنه من الصعب جدا أن تجمع هذه المائدة الأحزاب السياسية، على الأقل ربما تكون قلة قليلة منها فقط. طيب أشكرك أستاذ حافظ الغريبي على كل هذا الوقت الذي منحتنا إياه. يبقى معنا الأستاذ خليل الرقيق. أسأل أيضا أستاذ خليل بعد الترحيب بالأستاذ مراد علالة الذي ينضم إلينا، وإذا تسمح لي أبدأ بالأستاذ مراد الذي انضم إلينا. أستاذ خليل، أستاذ مراد، هل ثمت نقاط تجد بأنها في صالح تونس، تونس المستقبل، أتى عليها الرئيس قيس سعيد وكان مباشرا فيها خلال كلمته اليوم؟ بداية شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله. يعني صراحة الخطاب كان منتظرا وانتظار يعني ربما كبير، لكن في تقديري سقف ما جاد به رئيس الجمهورية لم يرتقي إلى ما ينتظره التونسيون والمتابعون في الداخل والخارج. يعني مهم جدا اليوم الحديث عن التقدم في خارطة الطريق السياسية التي أعلن عنها منذ فترة، لكن أعتقد أن العودة إلى الخصوم والحديث عن نهايتهم أعتقد أنه أمر محسوم في الشارع التونسي. يعني ما ذكر الرئيس ليلة القدر 27 يعني من ورفعه للآيات الثلاث، أعتقد أن الرسالة كانت واضحة ولا داعي ربما اليوم في التقدير للعودة على هذا الموضوع، باعتبار أن كما قلنا المزاج العام في تونس حسن مع مسألة الاستلام السياسي ومع عودة حركة النهضة للصورة. اليوم ربما كان الجميع ينتظر التركيز نوعا ما على تدقيق بعض المسائل، مثلا الكشف عن تركيبة اللجنة، مهم جدا الإعلان عن اللجنة، يعني أننا نحن ماضون في تنفيذ المشروع السياسي، لكن هناك انتظار لكشف الأسماء. ربما الاجتماع الذي سبق الإعلان الذي جمع بعض أسرة القانون من ذوي السمعة الجيدة في البلاد ربما كان يمهد للكشف عن الأسماء دون ربما التأخير في ذلك. أيضا الحديث عن هيئتين وذكر هيئة دون أخرى، أعتقد أن ما ينقص الرئيس ربما في هذه الكلمة هو الجرأة ربما على أكثر الوضوح والدقة، يعني حتى تكون الرسائل مطمئنة للجميع. أما البقاء دائما في الرد على الخصوم والتأكيد على الحسم معهم وتواعدهم، فأعتقد أنه مسألة تجاوزها الزمن وتم الحسم فيها شعبيا، وبالتالي كان ربما في تقدير أن أسلم هو مزيد تقديم رسائل الطمأنة. يعني والاقتصار أيضا على مسألة الدستور، هناك قانون انتخابي لابد أن نتحدث فيه، هناك مناخ سياسي عام لابد أن نتحدث فيه، هناك قانون الجمعيات، قانون الأحزاب، هناك كثير من التشريعات المتصلة بالإعلام، أيضا هناك كثير من المسائل المرتبطة بالانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة. إذا كنا نريد أن نؤسس الجمهورية جديدة ودستور جديد بمقاربة تجاربية جديدة فتعكس إرادة الشعب بالفعل، فيجب أن نبت وننظر في كل هذه المسائل. أما إطلاق ربما الفكرة والاتزاع في هذه الفكرة ونحن في سباق وفي صراع حميم مع الزمن، أعتقد أننا بصدد إهدار كثير من الوقت. أعتقد هذا ربما ما يمكن تسجيله في الوقت الحاضر. أيضا عدم تسمية الشركاء، حوار منظمات المنظمات في تونس معروفة أكيد، لكن تسميتها يكون بمثابة رسائل مباشرة. أنا اليوم نذكر مثلا الاتحاد العام للشغل، اتحاد الأعراف، فهذا يطمئن هؤلاء لأنهم في نهاية المطاف هم شركاء في هذا المشروع. أيضا ربما مرة أخرى الجانب الاقتصادي، نحن نحتفل بعيدين كما قال الرئيس، عيد الشغل وعيد الفطر، ولا كلمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعلى أن الرابط بين حلحلة الأزمة في بعضها السياسي وإمكانية الانفراج وتحسين أوضاع التونسيين، لأن ما أراده التونسيون في وقت الأوقات في 2010-2011 هو ربما عقد اجتماعي جديد فيه الكرامة، فيه الحرية، وفيه التشغيل، وفيه العدالة الاجتماعية. الدستور الجديد أيضا يجب أن يتضمن وأن يضمن الوصول إلى هذا المعطى. طيب
أستاذ خليل، الطرف الآخر برأيك كيف سيكون موقفه من كل هذه النقاط التي أتى عليها الرئيس قيس سعيد؟ إذا كانت الجملة الرئيسة في هذا الخطاب هي لا حوار مع من خرب الدولة وارتهن للخارج. نعم، الطرف الآخر في الحقيقة طرفان، هو توجه إلى طرفين. الطرف الذي شاركه على الأقل الإيمان بأساسيات 25 جويلية سيكون مدعوا إلى المشاركة بشكل أو بآخر. الطرف الثاني هو يجهز نفسه منذ البداية، يعني الطرف إذا رأينا منظومة النهضة وما يحيط بها ربما من هيئات ومن شخصيات، هو أعد نفسه لهذا الموضوع ولم يبقى له من أوراق إلا محاولة اختلاق شرعية موازية عبر مواصلة جلسات البرلمان الذي انتهى، والذي استعد الآن ربما لخطوات أخرى، منها إعلان تشكيلة حكومية ستكون موازية، والورقة الأخرى التي يلعبون عليها هي محاولة إقناع بعض الأطراف الدولية بأن هناك أزمة سياسية عاصفة في تونس، والولوج إلى ربما كبار الغرف التي تحدد السياسات الدولية كالكونغرس وغيره، وقد وقع ذلك مع موقف ما من الخارجية الأمريكية متحفظ من إجراءات قيس سعيد. هذه فقط ما بقي لها من أوراق. المشكل الكبير بالنسبة لهؤلاء أنهم فقط كل الأوراق التي تتصرف في الداخل التونسي، أي على المستوى الشعبي، وسيكونون في الحقيقة في المستقبل أمام مشاكل كبرى. يبدو أن الأمور لن تمر دون أن ملاحقات في نهاية الأمر. إذا استمر العمل الموازي هذا والسعي إلى اختلاق حكومة، ربما سيكون هناك ملاحقات قضائية، ستكون هناك إجراءات تخص القضاء. ألمح إليها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، ربما حركة واسعة في سلك القضاة، ربما تعيينات سامية جديدة في سلك القضاة. الأمور تتطور نحو مواجهة حقيقية فعلية، لكن هذه المواجهة ستكون بطرفين غير متوازنين. الرئيس يمتلك جزءا من الإرادة الشعبية مع امتلاك قوة الأجهزة ربما وقوة القرار والنفوذ، وهم فقط يمتلكون قوة التلاعب بالأوراق الخارجية. سنشهد فصلا جديدا من الصراع في تونس. طيب، محصن الشارع التونسي من الاستغلال يا أستاذ خليل إذا سمحت لي، بمعنى أن هذه الكلمة من الممكن أن يستثمرها طرف لا يحب سياسة الرئيس في الفترة الماضية، القرارات التي اتخذها، وبالتالي غسل عقول بعض الشباب واللعب على مسألة الفوضى. نعم أخي، هذا مهم جدا، ولكن لو نظرنا من 25 يوليو إلى الآن، يعني بعد 9 أشهر، وقعت قرارات عديدة، وقعت انكسارات عديدة في المشهد السياسي. كيف كان موقع هذا الشعب؟ تقبل كل قرارات رئيس الجمهورية بهدوء تام وربما ببعض الرضا، الشيء الذي جعله لا يحتاج على أي قرار من هذه القرارات. بمعنى، وعندما كانت يعني معاهد استبيان الآراء كل شهر تقوم باستبيان، نجد أن حظوظ رئيس الجمهورية في الرئاسيات القادمة تفوق 80%. يعني هذا ميزان القوة الشعبي الحقيقي الآن ليس بيد منظومة حركة النهضة، ولو استطاعت لفعلت ذلك منذ أمد بعيد. إنشأنا التجيش، إنشأنا اللعب على المال السياسي، هذا يلعبونه كل يوم ويحاولون، وقد حشدوا في الشارع تقريبا كل شهر، ولكنهم لم يتوصلوا إلى إيجاد قوة حقيقية تجعل قرارات رئيس الجمهورية أمام ميزان الضغط الشعبي. دعني أستمع أستاذ خليل إذا سمحت لي، إلى منتهى يحدث تغييرات يعني. نعم، دعني أستمع إلى وجهة نظر الأستاذ مراد في هذه القضية. حصانة الشارع التونسي من أي استغلال أو دفع أو استثمار أو تحريك المال السياسي من قبل حركة النهضة مثلا، كما يشير إشارة في تلميحه الأستاذ خليل. هو وارد، لكن لا يمكن المراهنة أو التخوف منه بشكل كبير. في تونس الشاب التونسي تحركه ربما الإكراهات الاقتصادية أكثر من الإكراهات السياسية. يعني لو نعود إلى نفس الاستطلاعات التي تحدث عنها صديقي خليل، يعني في نفس الوقت الشعب التونسي يقول أنه ليس راض عن التوجه الذي تذهب فيه البلاد، وليس لديه ثقة في المستقبل، لكن في نفس الوقت يصوت للرئيس قيس سعيد. معنى ذلك أن الألم والمعاناة اليومية من الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب بالفعل، يعني يؤرق التونسيين، لكنهم يجدون ربما نقطة ضوء في نظافة يدي الرجل وفي طهريته وفي غيرته على البلاد وفي ربما قدرته على تغيير أشياء ما. وبالتالي لا أحد في تقرير اليوم يستطيع أن يوظف ربما الشارع التونسي بهذه البساطة. التونسيون إذا تحركوا مستقبلا فسيكون ربما كرد فعل على أوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يجب أن يتفطن إليه الرئيس وأن يعمل من أجل تطويقه وتقديم الحلول العملية له. كانت مجدولة الشارع قد يتحرك أستاذ مراد إذا سمحت لي، كانت مجدولة هذه الكلمة
وبهذا الشكل وبهذا الأسلوب، أو أن كلام جبهة الخلاص أو ما سماه الشابي بهذه القضية بالدعوة إلى تشكيل حكومة شرعية للإنقاذ تتكفل بإدارة المرحلة الانتقالية وأيضا إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة؟ هذا ما جاء على لسان جبهة الخلاص التي شكلها أحمد نجيب الشابي. لذلك جاءت ردة فعل الرئيس بهذه النقاط؟ بالفعل فيها جانب من الفعل، وهذا ربما من نقاط ضعف الأداء السياسي لرئيس الجمهورية. في أغلب الأحيان هو يرد الفعل ولا يبادر بالفعل، والحال أنه في 25 يونيو لما بادر بالفعل وجد تجاوبا كبيرا من الشارع ومن الأطراف الاجتماعية وحتى من الأحزاب السياسية. أعتقد أن الرئيس مطالب ربما بمراجعة أسلوبه ونهجه وأن يطلق لنفسه المبادرة بناء على هذا الزخم الذي حققه، ويحاول أن يلتفت أو يهتم أكثر بانتظارات تونسيين أكثر من التفاعل والرد على خصومه، وخصوصا هؤلاء الذين كما قلت منذ البداية فقدوا كل شرعية شعبية وكل سلة شعبية. أعتقد اليوم النفخ في صورة حركة النهضة صحيح هي موجودة، لكن النفخ في صورتها والتوهم بأنها قد تغير المعادلة السياسية في تونس أعتقد أنه مبالغ فيه. الأجدر في تقديري أو الأسلم في تقديري هو البحث عن الحلول والتقدم إلى الأمام في تنفيذ حل يرضي الشعب التونسي ويتقدم بتجربته وإنقاذ خريطة الطريق، لأن الرئيس في سباق كما قلت مع الزمن، ولا بد أن يلتفت إلى تنفيذ خريطته وإيجاد الضمانات وإيجاد الالتفاف الشعبي والسند الاجتماعي المدني والسياسي بدل فقط الالتفات ورد الفعل على خصومه، لأننا تعودنا بهذا الأسلوب. يعني حركة النهضة منذ تهيمنت على المشهد السياسي في تونس نعلم جيدا ارتباطاتها الخارجية، نعلم جيدا توظيفها للمجال السياسي، نعلم جيدا بعض الأبواق التي تشتغل لفائدتها في الداخل والخارج، وبالتالي الأوراق مكشوفة. وأعتقد أن البقاء في مربع شيطنة الخصم لن يكون مجديا. أعتقد أن التركيز على المشروع يكون أفضل. يعني كل الخطابات لا شك بأن خطاب المسؤول مختلف عن من يريد أن يشكل لنفسه أو يعطي دعاية لنفسه. عندما تتحدث جبهة الخلاص بأن إطلاق الحوار الوطني حول الإصلاحات السياسية يهدف إلى إنقاذ تونس من الدمار، هم سياسيون على الأرض، هم رؤساء أحزاب، لماذا لا يؤخذ كلامهم على محمل الجد يا أستاذ خليل؟ من الجد، لأن كلامهم قد وقع تجاوزه بفعل المعطيات التاريخية. لو عدنا إلى الناس التي انتفضت في يوم 25 من يوليو سنجد أنها طالبت بإنهاء هذه الفترة برموز حكمها بهيئاتها بألاعيبها السياسية وبالكتلة المهيمنة فيها وهي كتلة الأخوان المسلمين. يعني لن نعود إلى الوراء الآن، وهم كل ما يحاولونه الآن هو إعادة زرع الأخوان المسلمين في قلب العملية السياسية. لهذا يريدون أن يتحاوروا مع من سيتحاورون، وكل المنظمات الآن أو كبريات المنظمات تتجه إلى التحاور مع رئيس الجمهورية. هناك مسألة ميزان قوة، وهناك مسألة في الحقيقة ذائقة شعبية عامة تتجه الآن وتريد وتتطلع إلى بناء نموذج يخرجها مما سميه بعشرية الدمار والخراب. يعني كل التونسيين تقريبا يسمونها بهذه التسمية عشرية، يعني أفرغت جيب التونسي، فقرت التونسي، راكمت العاطلين عن العمل، راكمت كل أنواع الفساد السياسي والمالي، وأيضا راكمت. هم كذلك يرون بأن البلاد تقترب من الخراب يا أستاذ خليل، ويريدون إنقاذها، ولديهم مشروع في هذا يعني هذا الصدد. يعني في الحقيقة أنا أكاد أؤكد لك أنهم لن ينقذوها كما يرون إلا داخل الصالونات وإلا داخل الألعاب وإلا داخل أوراق التعامل الخارجي. لم نرى لهم وجودا شعبيا حقيقيا على الأرض يمثل كتلة فاعلة تستطيع أن تغير ميزان الوضعية السياسية. الآن كما قال الأخ مراد يجب أن نتجه إلى الجزء القوي أو الجزء المنتصر في المعادلة، يجب عليه أن يتقن المرور من نظام إلى نظام عبر تشريك أوسع ما يمكن من التونسيين في الاختيارات المستقبلية. طيب. وعبر وحدة وطنية حقيقية. إذن نتابع في الشأن التونسي. أستاذ مراد، كلام الرئيس قيس سعيد المرتكز والمساند له في الداخل التونسي،
تستطيع أن تعرفنا على هذه المرتكزات التي ساعدت الرئيس كي يتحدث بهذه اللغة التي يرى فيها بعض من كانوا معنا اليوم بأنها تأسيس لجمهورية جديدة؟ يعني رئيس الجمهورية كما قلنا كتب في 2019 وفي 25 جويلية أيضا 2021 عملية تجديد الثقة في شخصه وفي ربما في أفكاره. أيضا هناك ضمانة المؤسسة العسكرية وضمانة المؤسسة الأمنية. نتذكر جيدا أن المؤسسة العسكرية في تونس ربما هي استثناء في المنطقة العربية، لها ولاء مطلق للدولة وبطبيعة الحال للقائد على القوات المسلحة الذي هو رئيس الجمهورية مهما كان اسمه. بالنسبة للمؤسسة الأمنية، عمل الرئيس قبل فترة طويلة على ربما تحييدها وجلبها إلى صف الدولة. نتذكر جيدا ذلك الصراع كان قائما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السابق، يعني حول من تعود إليه مسؤولية الإشراف على المؤسسة الأمنية الحاملة للسلاح المدنية. الآن المؤسسة الأمنية العسكرية هي إذن منتصرة للدولة. أيضا ما قام به الرئيس في علاقة بالمرفق القضاء، يعني مارس جملة من الضغوط ومن الإجراءات التي سمحت بزعزعة ما يسميه البعض في تونس قضاء الحيلي، قضاء وزير العدل السابق من النهضة. وبالتالي إذا اجتمعت كل هذه المعطيات تجعل ربما الرئيس يمسك بكثير من الأوراق القوية في البلاد. لذلك في تقديري هو ليس مطالبا بالتوقف كل مرة حول موقف نقدي أو مبادرة سياسية لخصومه، بقدر ما هو مطالب بالتوجه أكثر نحو تقديم الإجابات الضرورية لشعبه، وخاصة الاهتمام بالجانب الاقتصادي. اليوم سائل قدمت له من المنظمة الشاغلة من الأمين العام لاتحاد الشغل، أعتقد لابد من التفاعل معها. رئيس المنظمة الشاغلة تحدث عن تعثر في المفاوضات مع الحكومة، لابد لرئيس الجمهورية أن يحرك ربما بعض المياه الراكدة باعتبار أن هذه الحكومة هي تنفذ السياسة العامة للدولة التي يضبطها. شكرا جزيلا لكما الأستاذ مراد علالة المحلل السياسي، كنت معي من تونس، وأشكر كذلك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خليل الرقيق. صدم اللبنانيون بفيديو لأحد المشايخ من الموالين لحزب الله وهو يهين اللبنانيات ويهاجم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، متهما القوات بممارسة الدعارة والاتجار في المخدرات والصهيونية وغير ذلك. وانتشر الفيديو الصادم على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضب واستفزاز اللبنانيين. لنتابع ما قاله. من كان يريد أن يرى بناته على شاطئ جوني والمعاملتين يروح ينتخبهم، أبكي صراحة. اللي بده يشوف بناته على شاطئ جوني والمعاملتين وأبصر وين وجباله يروح يتفضل يروح ينتخبهم، ما يقصر. من كان يريد رؤية أبنائه في بيوت الدعارة والمخدرات كمان يروح ينتخبهم، وين المشكلة؟ روحوا إذا أنتوا هيك بدكم روحوا انتخبوهم. فأصبح لنا ديننا ولكم دينكم، من أحب أن يستبدل الإيمان بالكفر فلينتخب هؤلاء الأنجاس. وبحسب الفيديو كان الشيخ يتحدث في احتفالية وبدأ من خلفه الشعار الانتخابي لميليشيا حزب الله، وتمادى المتحدث في الفيديو واتهم منافسيه بالكفر كما وصفهم بأنهم أنجاس. هذا الفيديو يدخل بالطبع بالسياسة التي يتبعها حزب الله بتخوين معارضيه وبإهانتهم وتكفيرهم خاصة قبل الانتخابات النيابية. ومن التعليقات الغاضبة التي ردت على المتحدث: نحن نقول إننا سنقاوم ثقافتكم الحاقدة وكرهكم لحياتنا وفرحنا وعنفواننا، الدعارة في عقولكم المريضة وفي نفوسكم الساقطة. كما طلب لبناني آخر استفزه التصريح بالقول: لماذا لا يتم رفع قضية ضده؟ كلامه ضد الدستور اللبناني. فيما هاجم لبناني آخر الفيديو معتبرا أن منطق الشيخ المقرب من حزب الله منطق خائف من الهزيمة فيهرب إلى سياسة القطيع ويغطيها بغطاء ديني أو أخلاقي. وسخرت لبنانية من هذا التعليق المسيء مستغربة كيف لهذا الشيخ الذي وصفته بالمحترم أن يذهب إلى شواطئ جونيا ويعرف مرتاديها. لمناقشة هذا الموضوع من بيروت تنضم إلينا الكاتبة والأكاديمية اللبنانية الدكتورة منى فياض.
مرحبا بك يا دكتورة منى. شكل هذا الكلام، أهلا بك، شكل هذا الكلام يا دكتورة موجود في الداخل اللبناني؟ يعني يسمع بين حين وآخر؟ في الحقيقة يعني هذا كلام مستغرب، ويبدو أنه الانتخابات استفزت حزب الله ومن يدور في فلكه، وكل يوم نشاهد أنه هناك قناع يسقط، يعني التصريحات تنسف كل الخطابات اللي كانوا يطمئنوا اللبنانيين فيها أنه هن معتدلين يقبلون الآخر، لدرجة أنه هن أقاموا اتفاق مرم خايل، وكانوا سعيدين جدا بالفتيات اللواتي كنا يظهرن بطونهن وأردافهن وعليها علم حزب الله، لم يكن هناك أي اعتراض حينها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعني غريب أن يتكلم بالدعارة لفتيات يلبسن المايوهات أو يذهبن إلى الشواطئ، في حين أن يعني تشكو الضاحية نفسها من مشاكل من الفلتان الأخلاقي والجنسي والمخدرات، ويطلبون من وقت لآخر من أجهزة الأمن اللبنانية أن تدخل وتحمي الوضع بشكل عام من وقت إلى آخر. هذا يعني حديث فعلا مستغرب، وعدا عن أنه ضد الدستور بالطبع، لكن يعني كيف يعني هذا بلد لبنان، بلد إسلام مسيحية بين الطوائف المتعددة، كيف له يحق له أن يتدخل بالشؤون الخاصة بالآخرين؟ ويعني بنفس الوقت هو ينسى من يحمل هذا السلوك. دكتورة، من يحمل هذا السلوك في ذهنه؟ يعني أنا سألتك عن شكل الكلام بغض الطرف، هذا الكلام جاء من هذا الشخص الذي تحدث أو غيره، من يحمل هذا السلوك في ذهنيته الآن في الداخل اللبناني؟ من يحمل هذا السلوك، يعني الاعتداء على الآخرين؟ نعم، تماما. ومهاجمتهم بهذه الطريقة تماما، المتضررين مما يحدث، يعني هناك انهيار، الناس يعني ليس لديها خبز أو دواء أو أي، وعلى العتم، وهو يعني يتكلم بموضوع فعلا وبشكل غير مقبول. يعني أعتقد أنهم يخافون كثيرا من نتائج الانتخابات، ولهذا أنا أقول أن كل يوم هناك أقنعة تسقط، يعني يهددون المرشحين. نحن نعلم أنهم أجبروا 3 مرشحين على الانسحاب من لوائح مع القوات اللبنانية، يبدو أن هناك بعض الأطراف التي تخيفهم، وهم يركزون الآن على القوات اللبنانية، معناها أن طرف تهدد وجودهم، يعني تهدد إذا نجحت تهدد حليفهم المسيحي. طيب، هذا كله برسم الانتخابات. ما هو معيار المواطن؟ يدعون طيب أنهم شكل الحديث الذي نقل، يدعون أنهم يربحون. طيب تفضلي دكتورة وأسأل بعدها. لا، أقول أنه يعني هم يدعون طوال الوقت أنهم سوف يجتاحون الصناديق، وأنهم سوف ينجحون، وأن كل الشعب اللبناني معهم. ما دمتم موثقين من أنفسكم بهذا الشكل، لماذا هذا التهجم؟ لماذا هذا الاعتداء على الآخرين؟ وهذا طبعا اعتداء غير مقبول، إنه استفزاز للشارع، وهم يقولون نحن نحافظ على العيش المشترك، ونحن لا نريد أن يعني أي نقد يوجه لهم، يقولون أنتم تستفزون وأنتم تضربون العيش المشترك وأنتم تقومون بكذا وكذا. يعني هذا مستغرب وغير مسبوق بكل الأحوال. يعني منذ كام سنة انهار الخطاب اللبناني، وبدأ الشتائم، وقد بدأها رئيس الجمهورية. لا ننسى رئيس جمهوريتنا بدأ بهذا الترند، إذا يمكن أن نقول، وهم الآن يتبعونه. ماذا قال؟ هذا طرف الممانعة. ماذا قال رئيس الجمهورية؟ كان
على الأقل قال الشعب الطز. لست يعني يمكنك أن تضع على جوجل ماذا تصريحات رئيس الجمهورية، صرح كثيرا، يعني لا أستطيع أن أقول جميع ما صرحه، لا أسمح لنفسي. طيب، أنا أعرف ما قاله رئيس الجمهورية، ولكن أيضا هناك مشاهد يريد أن يعرف ماذا يجري في الداخل اللبناني. مسألة الإلغاء والإقصاء يبدو أنها منتشرة الآن في الداخل اللبناني أكثر يا دكتورة منى، ما سببها؟ يعني مسألة يعني الاختلاف في الرأي، قيل بأنه لا يفسد للود قضية، ولكن يعني التهجم سواء من فريق رئيس الجمهورية على الآخرين أو من الفريق الآخر على فريق رئيس الجمهورية وحزب الله كذلك، ما السبب؟ يعني هناك انقسام قوي. أولا أنتم أدرى مني يعني بجمع المعلومات التي تقدمونها، هناك انهيار على جميع الأصعدة، هناك انهيار غير مسبوق في العالم. يعني نحن دولة لم يصل أي دولة في العالم إلى مستوى لم يعد لدينا أي خدمة. نحن ندفع غالي جدا ثمن عدة ساعات من الكهرباء أو الأدوية. الأدوية في لبنان أغلى بكثير من الأدوية في الخارج، في تركيا مثلا. وهذا يعني هذا الانهيار يؤثر على الناس، هناك إحباط، هناك غضب، هناك يعني حاجات الأساسية غير ملباة. والآن هناك يعني معظم اللبنانيين صار بالنسبة لهم صاروا يعون أن المشكلة هي في السلطة الحاكمة، وأن هناك حزب مسلح من دولة أجنبية يحمي هذه السلطة، وبالتالي هناك تناقض، يعني هناك انقسام. هناك شارع يرى أن لبنان بلد محتل، علينا أن نسترجع سيادته لكي نبدأ بالإصلاح، لكي يساعدنا صندوق النقد الدولي. الآن لا يقومون بأي جزء من ما هو مطلوب، يعني الانهيار مستمر. ما هي معايير المواطنة يا دكتورة منى؟ ما هي معايير المواطنة كي يصبح اللبناني مواطنا حقيقيا في بلده؟ يعني لا يطلب منه يعني إلا أن يكون في بيته ويبدي رأيه. يجب أن يحصل على حقوقه في البداية. يعني نحن لم نعد لدينا أي حق، أي خدمة مقدمة. والناس ترى أن هؤلاء النواب أو الحكومة لا تمثل الشارع اللبناني، والقضاء لم يعد مستقل. يعني علينا أن نستعيد مؤسسات الدولة كما يجب. يعني أنا أتمنى أن يقوم الناس الآن بالاقتراع كما يجب للسياديين، لمن يوقفون هذا التدهور، لمن يمنعون هذه الطبقة من العودة إلى التحكم باللبنانيين، ويعني تأمين السيادة وحماية الحدود والجباية، الجمرك. الدولة الآن مفلسة لأن لا أموال تدخل إلى يعني إلى الموازنة. شكراً. إلا من بعض أمور يعني. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة منى فياض الكاتبة والأكاديمية، كنت معي من لبنان سويسرا الشرق، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام الساعة الأولى، بعد قليل ساعة ثانية. تباينت المواقف في تونس من الإجراءات الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم الأربعاء. تعتبر بعض الأطراف السياسية قرارات الرئيس سعيد خروجاً عن الشرعية، وأعتقد أننا اليوم أمام مفترق تاريخي يبرر عديد المخاوف وربما الصدمات. تعثرت ولادة الحكومة التونسية مجدداً. أعلن 113 قيادياً من نواب وأعضاء حركة النهضة استقالاته من الحزب، في وقت أعلنت فيه عدة أحزاب تكوين جبهة لعزل الرئيس. الإسلام السياسي يعني فكر الإخوان المسلمين لم يعد يلاقي ترحابا. هل نتحدث هنا عن انهيار حركة النهضة؟ يعود الاحتجاج مرة أخرى إلى الشارع التونسي بعد خروج تظاهرتين متعارضتين. أعتقد هناك محاولات لاستخدام الشارع والدخول به في صراعات. أدين وبشدة
لأعمال الشغب التي بدأت. هذه أعمال تعتفرق ما بين الشعب التونسي الواحد. هل ستكون هذه آخر التظاهرات؟ أم أنها ربما تصبح تظاهرات متتالية؟ كل منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر. حتى وإن كانت الظروف صعبة. سأذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. مراسلو الحدث. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات. في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. وتلك هي طبائعهم، يتباكون على الديمقراطية. لاءات وسعيد الثلاثة تجهض دعوة النهضة للحوار وتؤسس لجمهورية جديدة. يحاولون اغتيالها. نشاط الوحدة 840 الإيرانية مكشوفة. إحباط محاولات لاغتيال شخصيات غربية وإسرائيلية.
بعد تلويح عراقي بتدويل القضية، طهران تنفي قطع مياهها، وبغداد تكشف إنشاء سدود إيرانية جديدة. موجة اختراقات غير مسبوقة، تقرير يتحدث عن انهيار اسطورة التفوق الإلكتروني الروسي، وبريطانيا تكشف استهداف زعماء أجانب. قال الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمته للتونسيين أن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور للجمهورية الجديدة في تونس، مضيفا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة وفق تعبيره. وأضاف سعيد أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل 4 منظمات رئيسة في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وجدد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه الدعوات المزعومة للحوار من جهات قال إنها خربت البلاد، مضيفا أن من يتباكون على الديمقراطية والثورة هم أنفسهم من حاولوا اغتيالها وتغيير مسارها وفقا لتعبيره. وعملا بالأمر المتعلق بتدابير استثنائية، ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز، في ظرف أيام معدودات، لأن القضايا واضحة والاختيارات واضحة، وستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار ولكن ليس مع أولئك الذين ذكرت، فذلك دأبهم وتلك هي طبائعهم، يتباكون على الديمقراطية في حين أنهم يحاولون اغتيالها بكل الطرق، ويتباكون على الثورة وقد حاولوا منذ الأيام الأولى بكل الوسائل تغيير مسارها بل واغتيالها، ولكن أن لهم ذلك وهم من ألد أعداء الديمقراطية ومن أخوف الناس من سيادة الشعب ومن السيادة الوطنية. من تونس ينضم إلينا الدكتور علي العلاني، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة. مرحبا بك يا دكتور علي. أسأل عن النقاط التي أتى عليها الرئيس قيس سعيد، قال لا حوار مع من خرب البلاد، إشارة إلى من على وجه التحديد؟ نريد قراءتك، وأنت باحث في شؤون الجماعات المتطرفة، من حاول تخريب البلاد في الفترة الماضية؟ مساء الخير، تحية لكم وعيد سعيد للجميع. كل عام وانت. بالنسبة إلى خطاب الرئيس، يعني قبل أن أجيبك عن هذا السؤال أردت أن أعرج سريعا على هذا الخطاب. يعني هذا الخطاب أكد فيه الرئيس سعيد على أن هناك جمهورية جديدة، يقصد بذلك جمهورية جديدة شكلا ومضمونا، أي أن الفاعلين السياسيين سيكونون معظمهم، الغالبية العظمى جدا، من الجدد، ومضمونها سيكون مختلفا كثيرا باعتبار أن هذا الدستور، دستور 2014 الحالي الذي يعني تم تعليقه، هو يعني سبب الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. بالنسبة إلى اللجنة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية، وهي يعني تشتمل على هيئتين، هيئة تضم يعني مجموعة تهتم بالدستور وهيئة تضم بالحوار، ثم أيضا وهنا الجواب عن سؤالكم، استثنى من الحوار
الذين ربما حسب الخطاب الرئاسي باعوا ذممهم أو مسوا من سيادة البلد، أو يعني كانت لهم مواقف مناهضة للإصلاحات. إذن هؤلاء هذه يقصد بهم دكتور علي أساسا حركة النهضة. تماما تماما. نعم. هذه كل النقاط هذه هي خطوط عريضة. اليوم أنت معنا في هذه الدقائق لنستفسر عن كل نقطة، من هم على وجه التحديد؟ يعني هو يقصد أولا معناها حركة النهضة، ويقول ومن يعني معها، وهنا يعني أي حلفاؤها، ويقصد بذلك معناها لم يسميها ولكن هي معروفة ائتلاف الكرامة، أي أن التيار السلفي وتيار الإسلام السياسي ليس مشمولا بالحوار. بالإضافة إلى ذلك، من تحالف مؤخرا مع النهضة؟ جبهة الخلاص من قلب تونس وجبهة الخلاص أكيد، وهؤلاء سيكونون خارج إطار الحوار. ثم ربط هذا الحوار بأربع منظمات الكبرى في البلاد، وهي المنظمات التي لها تأثير قوي. نحن نعرف اتحاد الشغل له تأثير كبير منذ العهد الاستعماري، اتحاد الصناعة والتجارة هو الركن الأساسي للاقتصاد التونسي، بالإضافة إلى المنظمات الأخرى الحقوقية ويعني حقوق الإنسان ويعني ومنظمات وطنية أخرى. وبالتالي أعتقد أن هذا الحوار سيسيج منذ الأيام الأولى بهذه المنظمات الكبرى. وأيضا قال أن هذا يعني الدستور تتم مناقشته في عدة أيام. لماذا في عدة أيام؟ لأن اليوم بعض أعضاء هيئة الانتخابات قال أن عملية الاستفتاء التي ستكون يوم 25 يوليو القادم يجب الدعوة لها في تاريخ لا يتجاوز 25 من هذا الشهر، من شهر مايو. وبالتالي لهذا السبب قال رئيس الجمهورية في كلمته أن يعني الحديث عن الدستور ونقاش الدستور ويعني تقديم ملاحظات حول الدستور سوف تكون لأيام معدودات. طيب. أي سوف تكون قبل الدعوة يعني يوم 25 مايو للناخبين للاستفتاء على الدستور في 25 يوليو سيمضي الدكتور. أعتقد أن هذه الخطوات دكتور سيمضي. نعم. الدستور نحو شكل واضح ومباشر لنظام الحكم في تونس نظاما رئاسيا. الدستور حسب المعلومات المسربة سيعتمد النظام الرئاسي وليس النظام البرلماني، وهذا يعني أهم عنصر، بالإضافة إلى يعني الإصلاحات التي ستكون على الانتخابات التي صرح بها سابقا رئيس الجمهورية من أنها ستكون على الأفراد وليس على القائمات، وهذا يعني يعطي ربما معنى أكثر تمثيلية، وربما أيضا حتى هذا النظام الانتخابي على الأفراد ربما ستدخل عليه بعض التعديلات، لكنه لن يكون بالتأكيد مع النظام الانتخابي القديم الذي أنتج لنا الطبقة السياسية القديمة. وهذا هو قصده بأن الجمهورية الجديدة ستكون يعني جديدة في كل شيء كما قلت في البداية. نعم. شكلا ومضمونا. وبالتالي نرى أن رئيس الجمهورية اليوم يعني قطع الشك باليقين عندما أعلن أن هذا الدستور سيناقش عدة أيام، وهذا يعني أن الدستور جاهز في خطوطه العريضة منذ فترة، وهو ما تسرب إلينا من بعض المعطيات في السابق. شكراً. أن هناك نصا يتم الإعداد له. نعم. وبالتالي اليوم في المساء يعني استقبل الرئيس عميدين كبيرين من أساتذة الحقوق. نعم. وبالتالي سيكون النقاش حول هذا الدستور بطبيعة الحال نقاشا معمقا، ولكن النص تقريبا يكاد يكون جاهزا. شكرا جزيلا لك من تونس الدكتور علي العلاني الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة.
أذهب إلى تونس، من هناك انضم إلي زميلي وليد عبد الله مراسل حدث. مرحبا بك يا وليد. أسأل عن هذه الكلمة التي أتى عليها الرئيس قيس سعيد قبل قليل والنقاط التي تحدث بها. الزمن قصير، ولكن فيما إذا كان هناك ردات فعل حتى ولو على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، الزمن قصير، ويبدو أن الرئيس قيس سعيد قد التقط اللحظة وفق حتى من بعض الدوائر المقربة منه، وهو ماض في استكمال الإجراءات الاستثنائية وما تتطلبه خارطة الطريق. أيام معدودات ستعمل وستشكل لجنة عليا تضم هيئتين تشتغل على الحوار الوطني وربما الإعداد لمختلف الإجراءات المتعلقة باستكمال المرحلة الانتقالية، ومنها الاستفتاء الشعبي والذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوان. في الحقيقة ردود الفعل انطلقت حتى قبل هذه الكلمة عبر التخمين فيما يمكن أن يذهب إليه الرئيس قيس سعيد اليوم من اتخاذ إجراءات أخرى في على طريق تصحيح المسار يتعلق بالأحزاب السياسية وكل من تورطوا في الإضرار بالمنظومة السياسية في البلاد وأيضا بمصالح البلاد ومقدراتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ولكن الرئيس قيس سعيد قال إنه ذاهب في إطار الشرعية وفق ما تقتضيه المرحلة. هناك نوع من الرضا عن هكذا قرارات، ولكن بعض الأصوات تعالت مجددا وتطالب بالمحاسبة والاستجابة لأهداف الثورة التي لم تتحقق في الشغل وفي الكرامة الوطنية ومحاسبة الفاسدين. يقولون إن المسار قد انطلق بالفعل ولا مجال للعودة إلى الوراء، ولكن لماذا لا تتم عملية المحاسبة اليوم في تونس وفق القوانين السارية في البلاد، ولماذا لا يتحرك القضاء؟ وإن لم يتحرك القضاء فلماذا بما أن المرحلة استثنائية وتطلب إجراءات استثنائية لا يتم القيام والذهاب إلى إجراءات استثنائية أخرى فيما يتعلق بمحاسبة الفاسدين حتى لا يتعمم مبدأ الإفلات من العقاب؟ ثم أيضا هناك دعوات للرئيس قيس سعيد بالضرورة التسريع في هذه الإجراءات الاستثنائية والذهاب للالتفات والانكباب على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت صعبة، وهو ما أشار إليه الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي بأنه يجب التسريع في حلحلة الأمور على المستوى السياسي لمراجعة الأمور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية في ظل ظرف داخلي صعب تعقده أكثر الأزمات الراهنة خارجيا ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات أزمة كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على الواقع هنا في تونس. نعم. طيب وليد، بعد هذه الكلمة وصلكم أن ثمة برنامج سيعمل عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، اجتماع، مسألة كتابة الدستور، أي خطوات تنفيذية مثلا؟ نعم، هو في الحقيقة على المستوى الإجرائي، وكنت في حديث مع أحد المتطوعين في تنسيقيات حملة الرئيس قيس سعيد. الأسبوع القادم ستنطلق في مختلف جهات الجمهورية حلقات للنقاش ودوائر للنقاش بين مختلف الحساسيات المجتمعية والمنخرطين في مشروع الرئيس قيس سعيد لبلورة التصورات العامة بعد استكمال مخرجات الاستشارة الإلكترونية، ثم سينطلق الحوار الوطني. قد تتم وقد نشهد هذا خلال وقت وجيز دعوة المنظمات الوطنية الأربعة والتي شاركت في الحوار السابق سنة 2013 و2000، وأيضا بعض الأحزاب الوطنية كما وصفها الرئيس قيس سعيد والتي لم تنخرط في المنظومة القديمة والتي انخرطت كما يقول الرئيس قيس سعيد في النهج الإصلاحي بكل صدق. عمليا يمكن القول أنه بعد كلمة الرئيس قيس سعيد اليوم سندخل مرحلة أخرى بعد استكمال الإجراءات الترتيبية قبل إجراء الاستفتاء الشعبي والانتخابات التشريعية بوضع اللمسات الأخيرة للحوار الوطني. نعم. والاستشارة على مستوى شعبي بعد الاستشارة الإلكترونية قبل الذهاب للاستفتاء وإجراء الانتخابات التشريعية تأسيسا للجمهورية الثالثة كما يقول الرئيس قيس سعيد. نعم، شكرا جزيلا لك وليد عبد الله مراسل حدث، كنت معي من تونس، وكل عام وأنت بخير. إذن مشاهدينا إلى الخرطوم، هذه الكلمة لرئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. سيدنا محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين،
مواطنون الكرام، يطيب لي في هذا اليوم المبارك أن أتوجه إليكم جميعاً داخل البلاد وخارجها بعاطر التهاني وأعظم التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وعلى بلادنا وأمتنا بالمنعة والسلام والاستقرار والرفاه. ونحمد الله أن بلغنا بفضله شهر رمضان، نسأله أن يتقبل الصيام والقيام. مواطنون الشرفاء، منذ تفجر ثورة ديسمبر المجيدة واكتمالها بانضمام القوات المسلحة إليها تحت رغبة عموم أهل السودان، ظللنا نعمل سوياً من أجل تحقيق آمال وطموحات الثوار والسائرات في بناء سودان الحرية والسلام والعدالة، إلا أن خطانا تعسرت وأحلامنا تبعثرت وصفوفنا تباعدت بفعل بعضنا، حيث تغلبت المصالح الحزبية والجهوية والشخصية على مصالح الوطن، وأصبحنا في حالة من التجاذب والتنافر وعدم قبول الآخر. انعكس ذلك سلباً على مجمل الأوضاع في البلاد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، مما عرض مستقبلها للمخاطر المختلفة. وهذا يجب على الجميع ضرورة وحدة الصف الوطني لمجابهة هذه المخاطر واجتيازها بأمان. مواطنون الأعزاء، لعلكم تابعتم الجهود الدؤوبة التي يطلع بها نفر كريم من أبناء الوطن وكياناته المختلفة في تقديم المبادرات بقصد جمع الصف الوطني، وثمة جهود مماثلة تقوم بها المنظمات الدولية والإقليمية بحكم انتماء السودان إليها. ويقيننا أن تعدد المبادرات هو تعبير عن أهمية الوفاق والتلاحم الوطني، طالما أنها جميعاً تصب في ذلك الاتجاه. مواطنون الكرام، إننا ومن واقع مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية نؤكد التزامنا بالعمل مع أبناء بلادنا بكل مكوناتهم السياسية والاجتماعية مهما تباعدت الاتجاهات والمواقف. ومن هذا المنطلق أجدد الدعوة لكافة المكونات المجتمعية والأحزاب السياسية ولجان المقاومة وشباب الثورة بأن تساموا وتوحدوا وترفعوا فوق الخلافات، ضعوا الوطن وشعبه موطن التقديس من أجل التوصل إلى صيغ وحلول عملية تراعي مصالح الدولة وشعبها أولاً، وتضمد الجراح وتداوي مكامن النزاعات والصراعات، وتعمل على تقديم مصلحة السودان على مصالح الجميع. مواطنون الكرام، إنما تشهده بعض ربوع بلادنا من صراعات دامية ومؤسفة كانت آخر وقائعها في ولاية غرب دارفور، راح ضحيتها نفر كريم من أبناء بلادي، نزل الله أن يتقبلهم ويحسن إليهم. هذا الأمر يحتم علينا ويوجب ضرورة المراجعة والمحاسبة وإعمال القوانين، بل وسن التشريعات اللازمة التي توقف مثل هذه الأفعال وتضمن عدم الإفلات من المساءلة والعقاب. هذه الأحداث وغيرها لا تخرج من تداعيات الحالة العامة التي تعيشها بلادنا، وكلها أمور تدفعنا للمضي بالسرعة المطلوبة في ترهيق التوافق الوطني. مواطنون الكرام، باسمكم جميعاً أتقدم بالتهنئة لكافة ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بكافة مكوناتها والأجهزة الأمنية الأخرى لدورهم الكبير في حماية واستقرار هذه البلاد، فهم دوماً يقدمون أروع أمثال التضحية والفداء والوفاء ونكران الذات، فلهم منا التحية والتجلة والعرفان. وباسمكم أحيي شباب وشابات الثورة السائرين من أجل تحقيق السلام والحرية والعدالة، وأقول لهم إن المستقبل لكم وللأجيال القادمة، فأنتم الأمل والمرتجى. صونوا بلادكم واحفظوها بجهدكم وفكركم وبقدر حبكم لها، لا تفرطوا في أمنها ووحدتها. وحتى نتجنب عثرات الماضي، يجب أن تكونوا حضوراً وبفاعلية ضمن الحلول التي تطرح لاستكمال الانتقال الديمقراطي. المواطنين الشرفاء، كل عام ووطننا وأمتنا بخير وتقدم ورفاهية. تقبل الله الشهداء بلادي ونصر جندها. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير. إذا
إذن مشاهدينا كنا مع هذه الكلمة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تناول فيها تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية. البرهان قال بأنه يدعو القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات تحقيقا لمصلحة السودان، وأضاف بأن صراعات دامية في دارفور يحتم عليهم مراجعة ومحاسبة القوانين لوقف هذه الأحداث. هنا يقصد الحكومة، قال بأنهم يؤكدون الالتزام بالعمل ويجددون الدعوة لكافة الأحزاب والثورة للترفع فوق الخلافات. البرهان قال بأن مبادرات وجهود لجمع الصف الوطني يعمل عليها الآن. أصبحنا في حالة من التنافر والتناحر تعرض مستقبل السودان للخطر. إذن مشاهدينا، هذه النقاط أتى عليها رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، تحدث عن جملة من النقاط، دعا إلى الحوار وأبرز هذه القضية بأنها السبيل الوحيد من أجل حل الخلافات وحالة التناحر والتنافر بين الفرقاء السودانيين. إذن نتابع مشاهدينا في هذه النقاط، وسنتوقف عندها لا شك تفصيلا خلال هذه النشرة وربما النشرات المقبلة. أعيد بعض النقاط التي تحدث بها عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، نؤكد التزامنا بالعمل ونجدد الدعوة لكافة الأحزاب والثورة للترفع فوق الخلافات، وقال بأن مبادرات وجهود لجمع الصف الوطني جاري العمل عليها. أصبحنا في حالة من التنافر والتناحر تعرض المستقبل، مستقبل السودان، للخطر. نتابع مشاهدينا، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير السويد لدى طهران لاستمرار بلاده في عملية الاعتقال للمسؤول الإيراني السابق حميد نوري، واتهم نوري بالمشاركة في إعدامات جماعية لسجناء سياسيين عام 1988. تتواصل حلقات مسلسل حرب بين الحروب بين إيران وإسرائيل، كما تتواصل وتواصل طهران نشاطها الإرهابي خارج الحدود، وهذه المرة بذريعة الانتقام لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس والعالم النووي محسن فخري زادة، حيث كشف مسؤولون إسرائيليون عن إحباط جهاز الموساد الإسرائيلي محاولة اغتيال خطط لها من قبل فيلق القدس الإيراني لثلاث شخصيات أوروبية بواسطة أحد عناصر وحدة 840 التابع للحرس الثوري الإيراني. موقع واينت الإسرائيلي أشار إلى أن الموساد أحبط خطة فيلق القدس باغتيال عضو في القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول. وبحسب تقرير صادر عن إيران انترناشونال، فقد اعترف عضو في فيلق القدس بمعتقل هذا العضو معتقل في دولة أوروبية بأنه تلقى 150 ألف دولار للتحضير لثلاث اغتيالات في تركيا، ثلاثة اغتيالات وألمانيا وفرنسا كذلك، أنه يستعد لتلقي مليون دولار أخرى بعد عملية القتل. هذه الحادثة تأتي استكمالا لسلسلة عمليات خططت لها من قبل الجهات الإيرانية وجرى إحباطها. ففي 11 من فبراير الماضي أفادت وسائل إعلام من تركيا وكذلك إسرائيلية بأن أجهزة المخابرات في البلدين أحبطت مؤامرة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي مقيم في اسطنبول يدعى يائير جيلر، واعتقلت السلطات التركية حينها ثمانية أشخاص تورطوا في مؤامرة للانتقام من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة. وبعد ذلك بيوم أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الموساد ساعد تركيا في إحباط 12 مؤامرة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا خلال العامين الماضيين.
وكذلك في الأسابيع الأخيرة أفادت وسائل الإعلام التركية بتوجيه لائحة اتهام لعدد من الأشخاص المتهمين باختطاف معارضين للنظام الإيراني. جدير بالذكر أن الوحدة المذكورة في فيلق القدس متهمة بتخطيط وتنفيذ عمليات استخباراتية وعملياتية في العراق واغتيال معارضين لإيران. كشف الجيش الإسرائيلي خلال تحقيقاته عن وجود متفجرات على الحدود الشمالية لإسرائيل كانت الوحدة قد زرعتها سابقا لاستهداف قوات الجيش على الحدود. من باريس ينضم إلينا الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني الدكتور جمشيد أسدي. مرحبا بك دكتور جمشيد. تعرفنا على نشاط الوحدة 840 الإيرانية في فيلق القدس. شكرا جزيلا لكم على الاستضافة في هذا البرنامج. استمعت بدقة لتقريركم الجدير بالاهتمام، ولكن أود أن أشير إلى ثلاث ملاحظات بشأن هذا التقرير وأجيب بعد ذلك على سؤالك. أولا، ليس هناك أي موسم جديد، فالجمهورية إيران الإسلامية بدأت بقتل الأشخاص خارج حدودها منذ البدايات الأولى لتأسيسها، ويمكن أن أعطيك قائمة مطولة للأشخاص الذين اغتالتهم أو اغتالهم فيلق القدس، ولكن لا أعتقد أن الوقت في هذه المقابلة يكفي. أما النقطة الثانية فهي أن التعاون بين فيلق القدس والتجار المخدرات والمجرمين، وأعتقد أن النقطة الأكثر أهمية هي هذه. فالاغتيالات خارج إيران لم يعد قضية بحد ذاتها تثير القلق حيال جمهورية إيران الإسلامية. والنقطة الثالثة هي أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية يرجح أن أو تستطاعت أن تخترق الأجهزة الاستخبارات الإيرانية، لأنه غالبا ما تستطيع هذه الأجهزة الوصول إلى أي مخططات أو مؤامرات يقوم بها فيلق القدس خارج إيران. طيب، تستطيع كل هذه التقنية وهذه الشخوص وهذه الوحدات أن تقوم بعمليات خارج إطار الجغرافيا الإيرانية في الوقت الراهن دكتور، خاصة وأن إيران مراقبة من الولايات المتحدة من العالم أجمع؟ هذا هو عملهم. أنا أقول لك أنهم منذ بداية القيام الجمهورية الإسلامية فبدأت بالاغتيالات، وبالتالي اكتسبت إيران خبرة طويلة في هذا المجال، والأمر لا ينتهي عند نوري الذي ورد اسمه في التقرير. هناك محاكمة أخرى في أوروبا لمتورطين في مؤامرة أخرى من النظام الإسلامي في إيران. ما يقولونهم هو، وهذا لإجابة على سؤالك مباشرة، هم بحاجة لإظهار بأنه عندما تقوم القوات الأمريكية وعندما اغتالت القوات الأمريكية سليماني في العراق، فإن إيران تظهر أن هذا النظام يمكن أن يرد على أي عمليات، وهم عليهم أن يقوموا
يقوموا بشيء خارج عن المألوف. هم يريدون أن يظهروا للشعب الإيراني، وبالمناسبة النظام لا يكترث بالشعب الإيراني، يريدون أن يظهر له أنه يمكن أن يرد. ولحسن الحظ فإن إيران لم تفلح في مخططاتها حتى الآن. على ماذا تعتمد هذه الوحدة للعمل في الخارج يا دكتور؟ أولا هذا هو عملهم كما قلت، وثانيا وبشكل أكثر دقة فهم لديهم شبكة يعتمدون عليها. أستطيع أن أقول لك على سبيل المثال بأن الاغتيال الأول بين الاغتيالات الأولى التي لم تنجح تم اللجوء إلى هذه الشبكة التي أشرت إليها سلفا، و كان هناك شخص مكلف بتنفيذ مؤامرة وهو كان لبناني، وعادة ما تلجأ إيران أيضا للاعتماد على من يسمون بالمسلمين لتنفيذ مخططاتهم، وإيران لديها نفس سياسة الاعتماد على الأذرع لتنفيذ مخططاتها، فحتى لا تظهر إيران على أن لديها يد فيما يتم التخطيط لها. وهذا يحدث وحدث في لبنان والعراق واليمن وفي بلدان أخرى. وكذلك بالنسبة للاغتيالات تعتمد إيران على شبكتها من كل هؤلاء. وأريد أن أضيف بأن هناك طبعا سياسة إيرانية للتعاقد من الباطن مع التجار المخدرات والمجرمين المحترفين لتنفيذ مخططاتهم. وهذا جواب مختصر لسؤالك. أستطيع أن أقول أن هناك شبكات لا تتبع مباشرة لفيلق القدس، ولكن فيلق القدس يتعاون معها. شكرا جزيلا لك من باريس الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني الدكتور جمشيد أسدي على كل هذه التفاصيل. كنت معلقا على عمل هذه الوحدة التابعة لإيران التي تنوي القيام بعمليات اغتيال خارج الإطار الجغرافي الإيراني. نفى السفير الإيراني في العراق إيريج مسجدي قطع بلاده روافد المياه المشتركة مع بغداد، مشيرا إلى أن 7% فقط من مياه العراق تجري من إيران والباقي تجري من تركيا. وأكد مسجدي أن مسألة المياه هي مشكلة إقليمية ولا تنحصر بدولة واحدة، مؤكدا أن إيران سوف تتعاون بشكل كامل مع العراق في هذا الملف. كما أضاف أن إيران لم تقم بخفض مناسيب المياه المشتركة مع العراق، وطلب في ذات الوقت بحل هذه المشكلة بالتعاون مع جميع دول المنطقة. حرب المياه بين العراق وإيران آخذة في التصاعد والتصعيد يوما بعد آخر، بعد قيام الأخيرة إنشاء سدود حجبت المياه من العراق وفق وزارة الموارد المائية والمالية، وأثرت كثيرا على الواردات المائية القادمة إلى العراق. هذا الوضع دفع بغداد لانتقاد إيران بعدم الجدية لعقد أي اجتماع فني أو وزاري لمعالجة هذه المشاكل، رغم الوعود المتكررة بالقدوم إلى بغداد من أجل هذا الموضوع وحل هذه المشاكل، خاصة أنه خلال العامين الماضيين تم تغيير في منسوب إيرادات نهر ديالا، بالإضافة إلى التغيير المناخي خلال السنوات الثلاث الماضية ساهم أيضا في شح الإيرادات المائية في البلاد. تلك المخاوف دفعت البنك الدولي من إطلاق تحذير من انخفاض بنسبة 20% في الموارد المائية للعراق بحلول العام 2050 بسبب التغيير المناخي. أما وزارة الموارد المائية ذكرت أن هناك إجراءات تقوم بها الحكومة عن طريق وزارة الخارجية لتدويل الملف، تتضمن التواصل مع الطرف الآخر لعقد اجتماعات لمناقشة هذه المشاكل ووضع حلول لها. منذ أشهر نعمل على إنضاج هذا الملف، وخاطبنا وزارة الخارجية لنكون وزارة الخارجية الوزارة القطاعية المسؤولة عن هذا الملف. نعم. وهناك اجتماعات مكثفة مع وزارة الخارجية لينضاج هذا الملف، لأن تعرف هذا الملف ملف التدويل يحتاج إلى مقومات كثيرة،
وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية وكل الجهات ذات العلاقة تجتمع بشكل مستمر لإنضاج هذا الملف. قرار التدويل حقيقة قرار اتخذ من قبل الوزارة وبدعم من الحكومة العراقية. يأتي هذا التطور بعد أنباء عن إنشاء حاجز إيراني من 14 سدا إضافة إلى قنوات وإنفاق لقطع المياه عن العراق، مع زيادة السعة التخزينية للسدود الإيرانية إلى نحو 2 أو 2 ملياري متر مكعب، مما سيقلل مياه سد دربندرخان بنسبة 77% ويحيل ديالى وجنوب السليمانية إلى صحراء يحولهما. بدوره كشف محافظ ديالى عن قيام الجانب الإيراني بإنشاء ثمانية سدود جديدة على نهر سيروان تسببت بانخفاض مدخلات سد دربندرخان بنسبة 90%، مضيفا أن المخزون المائي انخفض بشكل كبير. هذا ويعد العراق من أكثر البلدان عرضة لتغيير المناخ والتصحر، خصوصا جراء تزايد حالات الجفاف مع ارتفاع درجات حرارة تصل في بعض الأحيان إلى درجات مرتفعة إلى 50 درجة مئوية. كما أدت السدود التي أقيمت من جانب تركيا وإيران إلى أعالي نهر دجلة والفرات إلى انخفاض منسوب المياه في النهرين، الأمر الذي سبب جفافا في مناطق واسعة في العراق. كما أدت قلة المياه إلى دور رئيسي في تدهور حالة التربة، مما أدى لانخفاض حاد في المساحات الصالحة للزراعة بحسب بيانات وزارة الزراعة. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عون ذياب، مستشار وزير الموارد المائية العراقي والمتحدث باسم الوزارة. مرحبا بك. أسأل عن الموقف العراقي من مسألة شح المياه وما تقوم به طهران من قطع لبعض الموارد المائية بالطبع. نعم، الحقيقة الموقف بالنسبة لنا صعب في محافظة ديالى بالذات اللي ذكرتوها بالتقرير أيضا، بأن أغلب الروافد اللي تأتي إلى سد دربندرخان قطعت، وكذلك الروافد الأخرى اللي تأتي إلى سد حمرين أيضا، بحيث أصبح الوارد تدنى الوارد المائي في هذه المنطقة بشكل حاد هذه السنة، إضافة إلى الانحباس الكبير للأمطار في المنطقة. أيضا نسبة الأمطار الساقطة هذه السنة كانت أقل من 30% من المعدل العام، هذا كله أثر على الوضع في ديالى. ديالى محافظة من أهم المحافظات الزراعية، كانت يعني فيها مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بالبساتين وإنتاج الفواكه سواء كان البرتقال أو الرمان، من الديالة تمتاز في هذه النوع من البساتين، إضافة إلى بساتين النخيل تعرضت إلى الجفاف بشكل حاد هذه السنة. هناك إجراءات قمنا بها، لكن هذا لا يكفي بالحقيقة لمعالجة المشكلة، مما يطلب أنه أن يكون هناك رد فعل واضح من الجار إيران بشأن يعني اطلاق. قبل الانتقال يعني الى خارج النقاش مع الجانب الايراني استاذ عون، يعني اريد ان اسال ماذا تقول ايران عندما تناقشونها في الوضع، بعدها اسال اذا الامور متجهه من قبلكم الى التدويل. والله شوف، احنا للاسف الشديد احنا كان امنيتنا كفنيين ان نجلس سوا ونتبحث حول الاجراءات اللي قامت بها جار ايران، وعلى أي أساس اعتدت في مثل هذا الإجراءات، لأن هذا الموضوع مع الأسف له تأثير كبير على المجتمعات القائمة على منطقة ديالى ونهر ديالى. الواقع هذا مخالفة تعتبر للقانون الدولي أو الأعراف الدولية
لأن هناك مجموعة من المجتمعات تعيش تبات على هذه على هذا النهر على حوض النهر عموما من المنبع إلى المصب. فهذه الحقيقة تأثرت المجتمعات بشكل حاد يعني هو وفقاً للقانون الدولي أو الاتفاقية الإطارية المتحدة لسنة 1997 يفترض دولة المنبع لا تسبب أضرارا شديدة أو ذات شأن على دولة المصب. لكن ما حدث هو الضرر واقع أستاذ عون إذا سمحت لي، الضرر الآن واقع وأنت وصفته بشكل دقيق، ماذا بعد؟ نعم. ماذا تعتزم الحكومة العراقية أن تفعل؟ والله إحنا مثل ما كان في تقريركم وصور السيد الوزير كان عنده إجابة في هذا الموضوع، هو إحنا بعد أن أكملنا الجانب الفني والقانوني وحددنا نوع المخالفات ورفعنا هذا التقرير إلى الجهات المعنية في وزارة الخارجية لكونها الجهة المسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية واللي هي لازم تنظم هذا الموضوع، إضافة إلى أمانة مجلس الوزراء اللي هي الجهة السياسية لاتخاذ الإجراء المناسب بالنسبة لهذا الموضوع. فإحنا الحقيقة استكملنا من ناحيتنا كوزارة استكملنا هذه الإجراءات، وحاليا أكو يعني اجتماعات مستمرة في وزارة الخارجية، هناك ممثلين أيضا من وزارتنا في هذه الاجتماعات لغرض إنضاج هذا الموضوع بشكل اللي يضمن تأمين حقوق العراق. شكرا. يعني هذه نقطة مهمة جدا. نعم. شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من بغداد عون ذياب مستشار وزير الموارد المائية العراقي والمتحدث باسم الوزارة. من دهوك ينضم إلينا رمضان حمزة أستاذ في جامعة دهوك والمتخصص في الاستراتيجيات والسياسة المائية، مرحبا بك يا دكتور. الأضرار المباشرة لما تقوم به إيران، هناك حاجز مؤلف من نحو 14 سدا الآن تعمل عليها إيران. أهلا وسهلا وكل عام أنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. الحقيقة موضوع إيران أقدم من هذه السدود الـ14. إيران من قطعة نهر الكارون اللي 15 مليار سببت في تلوث وامتداد اللسان الملحي في 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 شط العرب، وبعدها نهر الكرخة وأصبح هور الحويزة أحد مكبات مياه البزل الإيرانية، ولم تحرك الحكومة العراقية ساكنا، وبعدها قامت يعني بالاتجاه نحو الشمال قامت بقطع 32 رافد تدخل العراق رسميا من مجموع 37. ولكن اللي صار انه إيران ركزت في الفترة الأخيرة بعد ما يعني اطمأنت انه ليس هناك حراك او هناك بحث عن نهر الكارون وعن الكرخة وعن الطيب وطويريج ومجموعة الأنهار اللي تغذي الجنوب العراقي، قامت في منطقة الأنهار اللي تغذي سدود دوكان ودربنديخان وحمرين، فقامت بإنشاء 14 سد، وأطول نفق هو نفق ناوسوت لتحويل المياه إلى أحواض أخرى، وهذه سابقة لم تكن موجودة بين الدول أنه تنقل المياه من حوض إلى حوض آخر في داخل البلد وحرمان بلد المصاب من المياه. وإيران كانت لها سابقة أخرى أنه أصبح إيراد سفري في نهر سيروان أو نهر ديالة، وهذه لم يكن يعني موجود في العرف بين الدول لأن الأنهار بها نوع من الجريان البيئي اللي تحافظ على نوع الحيوانات الموجودة في هذا النهر. فإيران قامت يعني عندما ترتفع دكتور إذا سمحت لي تحرك الحكومة العراقية ساكنا السعة التخزينية للسدود الإيرانية إلى نحو ملياري متر مكعب من الناحية العملية، كيف سيتأثر البلد العراق بهذه المسألة وهي على أشهر على سنوات؟
نعم، هي العراق تقريبا راح تنتهي السدود العراقية من ناحية الخزن الاستراتيجي دوكان ودربندقان وحمرين. حمرين خرجت مع بحيرة ساوة البحيرة الطبيعية، بحيرة حمرين أيضا خرجت أصبحت جافة، وبالتالي نهر يعني أهالي ديالة سوف لا يسألون عن المياه لري بساتينهم بل لمياه الشرب. يعني حاليا المسألة في العراق تعدد مسألة الحالة الزراعية وتقليص المساحات من إلى النصف وإلى الربع. أصبح العراق حاليا يجب أن ينظر كيفية إمدادات هذا الموسم القادم إمداداته من مياه الشرب. فإيران حقيقة يعني عندما تحركت إلى هذه المجموعة الخزنية وإحياء بحيرة أورومية على حساب العراق، هذه المفروض أن تتدخل بها المنظمات الدولية. طيب، والعراق يكون سريع. التحكيم يعني الماء الدولي يمكن أن يفعل شيء؟ الناطق الرسمي للوزارة تفضل أنه طيب دكتور رمضان، بالدقيقة المتبقية، التحكيم نعم؟ الدولي إذ ما أثير الموضوع من قبل الحكومة العراقية إلى يعني قضية دولية، التحكيم الدولي المائي يمكن أن يعطي العراق حقه؟ يمكن أن تصل المياه لديالة غير منقوصة؟ لا، هذه لا تحل المشكلة بقدر أنه إعلان حال العراق دوليا. يعني العراق يكون على أجندة دولية أن العراق حقوقها مهضومة، لأن النظام السياسي في العراق ضعيف جدا مقابل إيران وكذلك مقابل تركيا، ولهذا المطالبات يعني تأخذ زمن طويل، وهذه طبعا ليس في صالح العراق، ونحن مقبلين على الصيف يعني شكرا حار جدا، والعراق فيها من مشاكل الاقتتال الداخلي والهجرة والمشاكل الكثيرة الأخرى. شكرا جزيلا لك من دهوك رمضان حمزة، أستاذ في جامعة دهوك والمتخصص في الاستراتيجيات والسياسات المائية. شكرا يا دكتور رمضان. قالت وزارة الخارجية البريطانية إن جنودا سبرانيين روسا شنوا هجوما جديدا على أو ضد زعماء أجانب مستهدفين منصات التواصل الاجتماعي بحملة تضليل واسعة النطاق تهدف إلى أطفاء الشرعية على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. والخارجية البريطانية أوضحت أن الهجوم يقوده عملاء مأجورون يعملون من مصنع في سان بطرسبرغ، مؤكدة أنهم يستخدمون تطبيق المراسلة تيليجرام لتجنيد المؤيدين من أجل غزو منتقدي الكريملين بتعليقات تدعم الرئيس فلاديمير بوتين وحرية وحربه في أوكرانيا. وأشارت الخارجية إلى أن العملية استهدفت سياسيين وجمهورا أوسع في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وكذلك الهند، مشددة على أنها لا تسمح للكرملين بغزو مساحة بريطانيا على الإنترنت بالأكاذيب حول حرب بوتين غير القانونية. لأكثر من عقد من الزمن كان المجال الأمني السيبراني في موسكو محاطا بهالة كبيرة ويخشى القراصنة استهدافه خوفا من أن يأتي الأمر بنتيجة عكسية، لكن الحرب في أوكرانيا شجعت العديد من المخترقين، ما جعل روسيا تعاني من موجة اختراقات وتسريبات غير مسبوقة بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست. فقد نهب المهاجمون الرقميون بيانات مالية خاصة بالحكومة الروسية وشوهوا مواقع الويب وسلموا آلاف رسائل البريد الإلكتروني الحكومية إلى نشطاء مناهضين للسرية. وكشف تسريب ضخم من شركة البث الإذاعي والتلفزيوني الحكومية لعموم روسيا عن 20 عاما من رسائل البريد الإلكتروني من السلسلة الإعلامية المملوكة للدولة. بعض هذه التسريبات حدثت من قبل مجموعة صغيرة من الناشطين في القرصنة تسمى كتيبة الشبكة 65، تشكلت عندما كانت بوادر الحرب تلوح في الأفق وبالتحديد في أكتوبر الماضي. وتشير الصحيفة إلى أنه ربما كانت الضحية لأكثر أهمية لموجة الهجمات هي انهيار أسطورة التفوق الإلكتروني الروسي.
واعتبر خبراء أن الهدف الرئيس من هذه العمليات هو فضح الدور الروسي في مجالات عديدة من بينها الدعاية والطاقة، فضلا عن التنكيل الرمزي ببوتين وبعض الأوليغارشية المحيطين به. وتشير الصحيفة إلى أن المخترقين المتطوعين حصلوا على دفعة هي الأولى من نوعها من حكومة أوكرانيا التي أيدت جهود المتسللين. وقال باحثون إن المخترقين العاديين الذين ليس لديهم مصلحة إيديولوجية في الصراع دخلوا أيضا في هذه الجهود من أجل الحصول على المال، مستغلين انشغال الفرق الأمنية الروسية ضد هذا الكم الكبير والجهد غير العادي من القرصنة. وبعد أن كانت الولايات المتحدة تعاني من عمليات القرصنة الروسية التي تزايدت في الفترة الأخيرة، أصبحت روسيا في الشهر الثالث من الحرب هي التي تعاني من موجة قرصنة غير مسبوقة تجمع بين نشاط الحكومة والتطوع السياسي وكذلك العمل الإجرامي. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أوكرانيا تريد إخراج مسلحين من أزوفستال إلى كييف لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط غربيين. وأكدت الأمم المتحدة أن هناك عملية إجلاء جارية للأشخاص المتحصنين من مصنع للصلب في المدينة مدينة ماريوبول الأوكرانية. بدوره أعلن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي أن عملية الإجلاء من مصنع أزوفستال بدأت ونحو 100 مدني يتوجهون إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنه تم إجلاء 80 مدنيا من المصنع، وأضافت أن الذين تم إجلاؤهم ممن أرادوا الذهاب إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية تم تسليمهم إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. По своей воле, как бы, как, да, работники комбината спастись. А когда мы поняли, что это приближается к нам, и нам страшнее, 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 и мы попытались уйти. Мы знали за коридоры, мы знали про эвакуацию, спецслужбы. Нас уже просто не выпускали. И когда это начало лететь все туда, вот честно, я думала, у меня сердце встанет. Выход из бункера, где вот первые ступенечки, там можно было хотя бы, потому что в бункере не хватало кислорода просто элементарно. И выйти хотя бы подышать вот свежим воздухом, да, кислородом, вот даже я этого боялась. Вот, как говорится, я боялась не слышать.
كل عام وأنتم بخير. نهاية الساعة الثانية من التاسعة عشرة، إلى اللقاء.